وشوشة. والله أنا مبسوطة قوي 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 لحد دلوقتي بالعرض، مبسوطة جدا. أنا يعني بصي، أنا متحمسة لكايرو شو البروجكت، وشايفة عرض لير تحديدا هو ده المسرح اللي أبوي علمهولي. يعني لما كنت قاعدة أتكلم مع بابايا على المسرح، هي دي مقومات المسرح اللي أنا أعرفها، من حيث النص، من حيث النجوم، حيث الإمكانيات، الملابس، الإخراج، ال 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 الشياكة اللي في العرض، الإبهار اللي موجود، اللاكجري الفظيع اللي أنا شايفاه، كل شيء صح قوي. يعني مش عايزة عشان ما كونش يعني إيه متحيزة تحيز كبير يقولوا دي بتقول كده لكايرو شو تحديدا، لا، انا بتكلم على مقومات المسرح زي ما الواحد اتعلمها وعرفها وكان بيتخيل ان هو هيبقى في الشكل ده من العروض. انا اقدر اقول ان كايرو شو هو ده المسرح، انا ده اللي انا اعرفه او اللي انا اتمناه ان اشوفه في المسرح المصري بكل المقومات. العروض بجد حلوة، والعرض هنا العرض لير تحديدا، طبعا ده شكسبير، انا مش هقيم شكسبير يعني، لكن انت بتشوفي عرض طبعا ولا تقدري تقيمي النجوم الموجودين، ده كلهم نجوم عظام، كل واحد فيهم بيعمل عمل درامي لوحده، فكلهم نجوم عظام. طبعا النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجم الكبير فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، واحمد عزمي، ونضال الشافعي، واحمد الدكتور طبعا الاستاذ احمد فؤاد سليم، مش خايفه اكون نسيت حد، وناصر سيف، كلهم حقيقه يعني شيء اكتر من رائع، وفعلا مقدمين ادوارهم بشكل جيد جدا جدا جدا. وانا متفاجئه جدا برانيا فريد شوقي، مبسوطه بيها جدا وفرحانه قوي بالتجربه، لانها اول مره تعمل حاجه لغه عربيه، فمبسوطه بيها قوي قوي وهايله. وريهام عبد الغفور يعني دي مش وهبه مجدي، مش ما نكون نسيتها ولا حاجه، هبه رائعه، كلهم بصراحه هايلين. عرض متكامل، الاخراج استاذ تامر هايل، اخراج رائع، في شياكه، في رقي، في ابهار زي ما قلت لحضرتك. محمد فهيم هايل، محمد فهيم ده بجد من الناس اللي ما خدتش حقها صح، يعني اتحبس في دور سيد قطب ومحدش ركز فيه، ده ممثل هايل وشامل، ومش عايزه برضه عشان ما اظلموش واقول لانه برضه الظلم في الحته دي شويه بتاع ان هو ممكن يبقى زي اسماعيل ياسين، بس انا عايز اقول ان هو بيتمتع بالمقومات اللي فيها كان عنده زي اسماعيل ياسين، غنى والرقص والمونولوج، يعني شاطر قوي محمد، كلهم هايلين، الف مبروك. كان عندي مسلسل فالنتين بس اتاجل بعد رمضان ان شاء الله للاسف يعني. والله ظروف انتاجيه مش حاجه انا ما اعرفش تفاصيلها، لكن كنا شغالين على اننا رمضان بشكل، كنا انجزنا 40% تقريبا من العمل، والحقيقه كانت كواليس اكتر من رائعه، اتحسن. الحمد لله. انا اكيد هتجمعني مشهد بيك كتير، بس للاسف ما كناش لسه بدانا نصورها، مشهد كتير تجمعني طبعا بالنجم الكبير عادل امام يعني، ونتمنى نكمل العمل على خير يا رب. وانا مبسوطه جدا كنت بالعمل وفرحانه، وقد ايه الكاست هايل، وقد ايه الاستاذ رامي امام مخرج رائع، وقد ايه ايمن بهجت قمر كاتب ورق رائع. يعني انا زعلانه انه عمل مهم زي ده يعني مش موجود في رمضان السنه دي، لكن اكيد ان شاء الله ربنا كاتب الخير في بعد كده، وكل تاخيره فيها خير ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.